مشاهدينا، العنوان الثالث معنا لهذا اليوم هو أمطار غزيرة على أبها وتحذيرات بعدم الخروج من المنازل، ومعنا مراسلنا ومراسل قناتنا من أبها أخوي عبد الله العبيد. حياك الله أخوي عبد الله، يا أهلا وسهلا. عبد الله تسمعني؟ حياك الله عزام، حيا الله متابعين استوديو الإخبارية. اليوم احنا متواجدين في مدينة أبها، كان هناك أجواء غائمة منذ ساعة الصباح الأولى، ولكن ساعة الظهيرة سرعان ما هطلت أمطار من شديدة إلى متوسطة على مدينة أبها، سالت على أذرها الشعاب والأودية. هذه الأمطار ما زالت تهطل حتى هذه اللحظة على مدينة أبها وكذلك مناطق منطقة عسير، كذا سرات عبيدة وكذلك ضرار الجنوب وأحد رفيدة وبل أسمر وتنومة والنماص. هذه الأمطار أوقفت مطار أبها في رحلاته حتى هذه اللحظة إيقاف مؤقت، وكذلك أغلقت عقبة شعار وبعض الطرق الرئيسية في مدينة أبها بسبب تزايد منسوب المياه فيها وإغلاق بعض الكباري والأنفاق فيها. هذه الأمطار صرحت فيها مرور منطقة عسير بعدم خروج المقيمين والمواطنين في منطقة عسير إلا للضرورة الماسة، وكذلك فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي على أهبة الاستعداد لأي ضرورة كانت جراء هذه الأمطار. جيد أخوي عبد الله، احنا نتكلم كذلك يعني عن التجهيزات، وقفتوا بأنفسكم وشاهدتوا تجهيزات الدفاع المدني والهلال الأحمر وجميع الجهات ذات العلاقة، شفتوا تجهيزاتهم، هل هم فعلا مستعدين لمثل هذه الأحداث اللي قاعدة تصير الآن؟ الحقيقة ولعل السامع معي الآن نسمع بعض أصوات للدفاع المدني وكذلك الهلال الأحمر السعودي ومرور منطقة عسير. هناك جهود مبذولة ولكن الأمطار مرتفعة جدا وتحتاج إلى جهود أكبر. هذه الأمطار يعني كانت في لحظات بسيطة ومنسوب المياه كان فيها مرتفع جدا وتحتاج إلى المزيد من الجهد والاستعداد أكبر أيضا. الله يعطيك العافية عبد الله، وكذلك يعطي العافية المصورين اللي معك والفنيين اللي معك، الله يحميكم جميعا ويعطيكم ألف عافية، وشكرا على هذه التغطية، يعطيك العافية. شكرا لك الله، شكرا.